الشوط السادس. اندفاع لجياد وافراس الانتاج المشاركة في الشوط السادس على كاس جامعة الملك خالد مسافة 2000 متر ومبلغ 80,000 ريال بمشاركة كل من فتاك فضل من الله اشراقة حضن وسباع ورماي شاطي طلقة وابداع الهيصور واذنان ابو هلر حيان. 13 راس تجتمع في هذا الشوط مع جياد الخبرة في هذا الشوط التجهيزي على كاس جامعة الملك خالد. عمر 3 سنوات فأكثر جياد وأفراس الانتاج، والتقدم الآن من الداخل لرحيان مع محاولات فضل من الله، أيضا محاولات إبداع من الخارج في تحاذي مع فضل من الله، ونتابع هنا التحاذي والدخول للتقدم. فتاك إلى المركز لو بنصف رقبة مع وجود فضل من الله المركز الثاني، وأيضا محاولات الهيصور في المركز الثالث، ورحيان المركز الرابع، ومحاولات الدخول من إشراقة في المركز الخامس. في الشوط السادس إشراقة الآن في المركز الخامس، الشقرة في المركز الخامس، والتقدم الآن لسباع المركز الأول. الآن سباع يتقدم للمركز الأول، فضل من الله المركز الثاني، إشراقة تتقدم للمركز الثاني. الآن إشراقة في المركز الثاني، جياد وأفراس الإنتاج مع المنعطف الأخير، سباع وإشراقة، سباع وإشراقة، سباع إشراقة، سباع إشراقة، المنعطف الأخير كاس جامعة الملك خالد، جياد الخبرة وجياد صغيرة السن أيضا، وإشراقة تتقدم للمركز الأول، إشراقة للمركز الأول، إشراقة تتقدم للمركز الأول وتأخذ الصدارة من سباع وتتقدم للمركز الأول. إشراقة ابنة الموشح، يحاول سباع من الخارج أيضا، وإشراقة تحاول للمحافظة على الصدارة والتقدم بطول ونصف الطول، وإشراقة والمركز الأول، إشراقة تحسم واجهة جياد الخبرة وتحقق المركز الأول. إذن إشراقة من جياد الإسطبل الأبيض تحسم واجهة جياد الخبرة.